أخبار الساعة من قناة الجزيرة وأبرز ما فيها. المؤتمر الوطني الليبي العام يرفض التوقيع على مسودة ليون ويدعو لإعادة طرحها للنقاش بعد إدخال تعديلات. أربعة قتلى من حزب الله في معارك عنيفة بالزبدان، والمعارضة توسع رقعة معاركها في حي دوبر. مواجهات ضارية في مأرب هي الأعنف من نوعها، تخلف 60 قتيلا من الحوثيين وقواتها. رفض المؤتمر الوطني الليبي العام التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي بما تتضمنه من تعديلات أدخلها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون. ودعا المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان دعا إلى إعادة طرح المسودة للنقاش بعد تضمينها التعديلات التي اقترحها المؤتمر، كما شدد على ضرورة استمرار الحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل توافقي في ليبيا. إن المؤتمر الوطني العام يؤكد على ضرورة الأخذ بالتعديلات التي قدمها والتي تهدف في مجملها إلى ضمان نجاح الاتفاق. المؤتمر الوطني الليبي العام يرفض التوقيع على مسودة ليون ويدعو لإعادة طرحها للنقاش بعد إدخال تعديلات. أربعة قتلى من أفراد حزب الله في معارك عنيفة بالزبدان، والمعارضة توسع رقعة معاركها في حي دوبر. مواجهات ضارية في مأرب هي الأعنف من نوعها، تخلف 60 قتيلا من الحوثيين وقوات الطائرة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة الجزيرة. تفاصيل أوسع عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا على الإنترنت الجزيرة.net. كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء. غزة أجمل المدن، وليس شاطئها أشد زرقة من شواطئ الأجر الأخرى، ولكنها تعادل تاريخ أمة لأنها أشدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته. فهي أجملنا وأصفانا وأحلانا وأكثرنا جدارة. غزة، كيف حالك؟ إسرائيل تقصف قطاع غزة المحاصر 50 يعني ياخذني في كل عمليه في كل اقتحام ياخذني جدا حتى انا كنت اقول انا جريح بشر. عندما يحول الجيش وحده المدنيين رهينه يحتميك. الدروع البشر فلسطين تحت المشعر. من انتاج الجزيره. غدا في 6:05 مساء بتوقيت مكه المكرمه. الجزيرة هي الكلمة بأمانة، الخبر بإتقان، الصوت لمن فقدوا حقه في الكلام. 10 مليون سوري فروا من ديارهم بسبب الصراع. نكتب باللغة التي تقرأها وننقل إليك ما لم ينقله الآخرون، ونترك التفاصيل لما يليها. تابعوني أنا سلمى الجمال على شاشة الجزيرة. عاصمة
عبد الفتاح مورو في الحلقة 15 من شهادته على العصر. قضية اللي مش هتنساها كل القضايا دي. لما قيلت المحاكمة.